هذا الكتاب هو الجزء الأول من موسوعة الحقيقة، سيليه جزء ثاني يتعلق بسوريا في الأمم المتحدة. أقول أن كل كلمة وكل حرف في هذا الكتاب هي قطعة من لحم ودم كاتب هذه الكلمة، وأنا أنصح باقتناء هذا الكتاب ودراسته كلمة كلمة، لأننا نستشرف بذلك ما يحدث الآن وما قد يحدث. Ambassador, did you bomb the two hospitals in Aleppo? وحذرنا حينها من أن هذه الادعاءات تمهد الطريق لقيام حكومات الدول الراعية للإرهاب لتقديم أسلحة كيميائية للمجموعات الإرهابية المسلحة، ثم الادعاء بأن الحكومة السورية هي التي قامت باستخدام هذه الأسلحة. نحن عم نقول لكم من الآن أنه سيتم استخدام الكيماوي من قبل إرهابيين قريباً في سوريا. هذا ما جاءنا من أخوتنا في الكويت، ما بعرف إذا هو بيسمينا أشقاء، بس ما بعرف نحن يعني شو هالأشقاء هاي، قابيل وهابيل مو هيك. اليوم بعد كل ما جرى يعني تضلوا تقولوا النظام أي هدف، وكأنهم متسابقون في واحدة من تلك البرامج التلفزيونية اسم البرنامج اللي اسمه الأرب أيدلز والذا فويس. الله يطعم النيويورك تايمز الحج والناس راجعة.